بس هو طبعا انا مش غريب عليا ان انا اتكلم لهجه غير لهجتي، بس طبعا كمان المغربي ممكن يكون اصعب شويه بالنسبه لي من التونسي او المصري. اتمنى ان انا توفقت، ان انا مع انه ما كانش مطلوب مني يعني، بس انا حاولت اعمل المجهود ده. انبسطت اكيد يعني، دي اكتر حاجه حلوه ممكن تحصل لانه انا موجوده في القاهره وبشتغل هنا وكده. اتكلمت على المخرج، مع المخرج عن الشخصيه، وحاولت ان انا ابقى مكانها واحس احاسيسها، واتمنى ان انا اتوفقت. البرد كان برد، كنا بنصور في فاس وكان الا 5 الا 10 حاجه زي كده، فكان صعب قوي واحنا مش لابسين كتير وبرد وكده يعني. لا ما اقدرش احكم لان انا اول مره هتفرج على الفيلم زيكم بالظبط. المغرب العربي الاول، فيلم مغربي 100% يعني، مفيش غيري انا يعني من بره. اتمنى انه يبقى فيه كيمستري يعني، هو كان فيه كيمستري في التصوير والحقيقه كانوا متعاونين جدا، فمتاكده انه هيبقى واضح على الشاشه اصلا. لا لسه مفيش اي حاجه دلوقتي، مش اللي هو هقول لك انا قاعده بقرا ومش عارف ايه وفي وكذا وبتاع. اوكي شكرا، ميرسي، باي باي. فين بقى؟